تحية طيبة مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم في مباشر سبور من يومه الجمعة في حدث التشامبيونز ليج. تحية طيبة لكم اينما كنتم عشاق الرياضة في الوطن العربي الحبيب، وخصوصا في مغربنا في بلدنا، عشاق الرياضة وكذلك عشاق الأندية المنافسة في التشامبيونز ليج وفي المنافسات القارية. الحديث عن الوداد الرياضي والرجاء الرياضي وكذلك نهضة بركان في نهائي غدا ضد بيراميدز في نهائي كأس الكونفدرالية في نسخة 2020. كل التوفيق لسفير المغرب في هذه البطولة لفريق البرتغال، وكذلك كل التوفيق إن شاء الله اليوم في مباراة الحاسم بالنسبة لفريقنا الوداد الرياضي إن شاء الله ضد فريق الأهلي المصري الشقيق، وكل التوفيق للأهلي طبعا، ولكن بحكم أن في المغرب بحكم أننا كنساندو الوداد الرياضي كنتمنوا له إن شاء الله التوفيق أنه يرجع لنا بواحد النتيجة إيجابية وتاريخية. كذلك كل التوفيق إن شاء الله لفريق الرجاء الرياضي في مبارته ضد الزمالك المصري الشقيق يوم الأول من الشهر المقبل إن شاء الله في مصر. طبعا الفريق مازال هنا في الدار البيضاء، لم يسافر بعد، ونتمنى كذلك التوفيق له ولبعثته عندما ستحل بأرض الكنانة. استقبل في عدد اليوم طبعا الخاص بالوداد وكذلك الأهلي المصري زميلي محمد علاء الإعلامي المصري، سيكون معي عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة، وكذلك أمير عبد الحليم، وسأتحدث مع محمد ناصر وكذلك رشيد الدودي نجم فريق الوداد الرياضي السابق، سيكون معي طبعا الحديث معه حول رأيه في هذه المباراة الحاسمة بالنسبة للوداد الرياضي. أذهب إلى القاهرة لكي أرحب بزميلي محمد علاء. محمد، مساء النور ومرحبا بك عبر شوف سبور. مساء النور عثمان، مرحبا بك. تحية طيبة لك زميلي وأهلا بك عبر شوف سبور. أكيد محمد كلنا نتمنى التوفيق إن شاء الله لفرقنا، أنتم في مصر تريدون الوداد الأهلي أن يحسم البطاقة ويتأهل إلى النهائي المنتظر في طبعا هذا الموسم، ونحن هنا في المغرب أكيد نتمنى التوفيق إن شاء الله للوداد الرياضي. في البداية محمد، كيف ترى هذه المباراة الحاسمة الوداد الأهلي بعد لقاء الذهاب الذي انتهى لفريق الأهلي بثنائية نظيفة؟ يعني أظن أن المباراة بأهمية كبيرة جدا للفريقين، حتى مباراة بالنسبة للوداد حاجة صعبة، يعني أصبحت المباراة تحولت من هي نصف نهائي أفريقيا بس، لأنه هو ارتداد للقارة المغربية كمان، لأنه الخسارة في كذا للرجاء والوداد هي حاجة صعبة. فأتمنى يعني أنه التوفيق في النهاية لكل الفرق العربية، وفي النهاية النهائي عربي بالنسبة لنا حاجة كبيرة، باعتبار أن الكرة العربية طول عمرها رائدة في الكرة الأفريقية. ففي النهاية نتمنى التوفيق للوداد الرياضي المغربي، ونتمنى التوفيق للأهلي، والأفضل في الماتش بيفوز. يعني بيان سور احنا كنتمنوا ان شاء الله انه اللي يكون افضل في التيران كما كنقولوا هو اللي يفوز. كل التوفيق للفريقين. اكيد محمد، يعني انت قريب من فريق الاهلي المصري كذلك الزمالك، نهضروا اليوم على الاهلي بحكم انه الحدث هو مباراه الاهلي والوداد الرياضي، يعني كيفاش حضر الاهلي لهذه المباراه؟ يعني شفنا وسمعنا وقرينا الكثير في الصحف المصريه وكذلك الاذاعات والقنوات المصريه الحديث على انه الأهلي حسم المباراة، حسم التأهل، إلا أن البعض وسمحهم الله عندكم في مصر يتحدثون على أنه لا مجال للوداد لكي يأتي إلى القاهرة، عكس بعض الزملاء في مصر وأنت منهم محمد يتحدثون بموضوعية وبشفافية، يعني يقولون بأنه لا شيء حسم لحد اللحظة. محمد، ماذا عن يعني تحضيرات الأهلي لهذه المباراة؟ خليني بس اقول لك في البدايه انه غياب الجمهور عن الملعبين خلى انه فكره الذهاب والعوده حاجه مش موجوده تقريبا، فبالتالي فرص الاهلي في كازابلانكا بتساوي فرص الرجاء في مصر، يعني هي ما فيش اي اختلاف. ماتش كوره في النهايه قدام فرقتين كبار في الوطن العربي وفي افريقيا، بالتالي طول ما في
90 دقيقة في فرص للفرقتين، الأهلي قدر يسجل في 90 دقيقة، الوداد لازال عامل فرصة انه يعمل نفس الشيء ويمكن أكبر، أو يمكن الأهلي يكرر الفوز مرة تانية. هي في النهاية مباراة كرة قدم في النهاية. خليني أقول لك إنه المباراة مهمة بالنسبة للأهلي جدا، لأنه الأهلي بجانب إنه بيسعى للوصول للنهائي، الأهلي عنده رقم قياسي مهم بيحاول يسعى له النهاردة، وهو إنه بيحاول يسجل الهدف رقم 32 علشان يبقى أكبر فريق يسجل أهداف في نسخة واحدة من بطولة أبطال أفريقيا. لفضل شراكة مع نيبا النيجيري والنسخة بتاعت 2003، بجانب كمان انه الاهلي عنده رقم قياسي بانه اخر 16 مباراة على ملعبه ما خسرش في ابطال افريقيا، بالتالي الاهلي بيسعى كمان لارقام قياسية، ده بيخلي الموضوع اصعب. على الناحية الثانية الوداد الرياضي المغربي عنده فرصة انه يعزز رقمه قدام الاهلي، الوداد عنده مكسبين والاهلي عنده 3 مكسب قدام الوداد، بالتالي الفرص تعتبر متكافئة، بجانب ان الوداد عنده حظ جيد او حظ وافر امام موسيماني، فمباراة رايحة جاية. يعني اعتقد صعوبة المباراة النهاردة بالنسبة للوداد تكمن في نتيجة الذهاب، بالناحية الثانية صعبة في النادي الاهلي بسبب غياب علي معلول اللي اصبح شبه مؤكد دلوقتي، وانه احمد فتحي هيكون هو الظهير الايسر، ده بيدي مساحة اكبر للوداد الرياضي المغربي انه يستغل الطرف الشمال عند النادي الاهلي. يعني محمد انت قريب من الاهلي اكيد تعرفهم، كيفاش حضروا لهذه المباراه؟ يعني واش فريق الاهلي تشكيله الاهلي، وحنا كنعرفوا الاهلي يعني كبير افريقيا وهذه حقيقه 8 القاب في حوزه هذا البطل، واش التشكيله والتوليفه والمدرب الاهلي وكذلك الاداره واش كيتعاملوا او تعاملوا خلال الايام الماضيه بنفس الطريقه اللي تعاملوا بها يعني بعض الزملاء المصريين فيما يخص انه المباراه حسمت، ولا تهما كيشوف انه الماتش مازال ما تحسمش وانه ممكن ان الوداد يعني يقلب عليهم الطاوله ويدير ريمونتادا تاريخيه، لانه كره القدم لا مستحيله فيها زميلي محمد. خليني اقول لك انه اللي بيحصل في المنابر الاعلاميه او اللي بيحصل في القنوات يمكن يكون بيحصل جوه النادي الاهلي. موسيماني مدرب بطبعه متواضع جدا، وبطبعه بيدرس الخصم، وبطبعه ما بيامنش بسهوله، بالتالي موسيماني بيحضر المباراه كانه اول ماتش، كانه ما فيش نتيجه 2-0. موسيماني ركز جدا في انه يطور الغلطات اللي ظهرت في الفتره اللي فاتت، لان هو لازال لسه بيتحسس خطواته في النادي الاهلي، بالتالي لسه عنده نقط كتير يكتشفها في الاهلي. النهارده بيحاول يواجه مشكله كبيره، وهي مشكله غياب علي معلول في الطرف الشمال، اذا الاهلي بيخسر حل مهم جدا هجوميا، هو كان شعر باجهاد في العضله امبارح في التدريب بتاع امبارح، بالتالي كانت مشكله تعتبر جديده ممكن تكون باكت حسابات موسيماني شويه، لكن اللي انا متاكد منه انه لعيبه الاهلي واداره الاهلي والجهاز الفني مستحيل يكونوا بيتعاملوا على ان المباراه انتهت، بيتعاملوا على انها مباراه جديده من اول وجديد، لسه في فرصه للوداد، لسه الوداد عنده امكانيه انه يحقق نتيجه صعبه، او على الاقل ان الاهلي بيتعامل بالمباراه كانه في شيء جديد، ما كان ما فيش نتيجه خالصه في المغرب. فالتعامل مختلف تماما اكيد اكيد بين الاهلي وبين المواصل الاعلاميه. بيان سيغ بيان سيغ زميلي محمد، لانه فريق الاهلي فريق محترم وكنعرفوه كاعلاميين فريق يحترم الخصوم ويعرف قيمة فريق الوداد الرياضي، والوداد يعرف قيمة الأهلي طبعا على مستوى القاري. أنا أشكرك زميلي محمد على الإعلام المصري، وكل التوفيق إن شاء الله لكم، وتكون معنا إن شاء الله في حلقات أخرى عبر شوف سبور. شكرا محمد. يكون شرف كبير لي يا عثمان. شكرا شكرا زميلي شكرا. محمد علاء من العاصمة المصرية القاهرة. أكيد كاين اتصالات كثيرة كثيرة عبر الأرقام ديالنا اللي وضعناها لكم أكيد، وغنتواصل معكم باش تعطيونا التوقعات ديالكم للمباراة، فقط ناخذوا رأي الزملاء ديالنا المصريين وكذلك رشيد الداودي نجم فريق الوداد الرياضي. الناس اللي كيسولوني كيقولوا لي أخويا أتمنى عافاك الماتش معياش، الماتش غينطلق مع 8 يعني بقات ساعة ديال المكانة، نتمنى إن شاء الله التوفيق لفريق الوداد الرياضي، لسفير المغرب، لسفير البطولة الاحترافية لكرة القدم في هذه المسابقة ديال تشامبيونز ليغ، في انتظار انه يوصل السفير البطولة الرجاء الرياضي ان شاء الله باش يواجه
فريق الزمالك المصري، العديد يعني من العديد من الاتصالات، العديد كذلك من التعليقات. كنت مع محمد من القاهرة، وسأذهب إلى نجم الوداد الرياضي السابق السي رشيد الدودي، يعني باش يعطينا رأيه في هذه المباراة الحاسمة للوداد الرياضي، الهداف التاريخي للوداد على مستوى الشامبيونز ليغ، لاعب قدم الشيء الكثير لكي لا أطيل عليه. بشي نرحب بسي رشيد الدودي. سي رشيد، مرحبا بك عبر شوف سبور. السلام عليكم، مرحبا بالمستمعين الكرام. تحية طيبة لي، وتوحشناك السي رشيد. الله يحفظك موجود. الله يحفظك لي السي رشيد، أكيد أنه كلاعب سابق لفريق الوداد الرياضي، وبكل صراحة وللأمانة لاعب يعني ماشي عادي، بشهادة الجماهير الودادية اللي كتحييك عبر مباشر سبور في عدد اليوم. أكيد رشيد غتتبع الماتش الوداد، يعني قلبك مع الوداد، قلبك كباقي العاشقين للفريق الأحمر. كيفاش كيشوف السي رشيد داودي بخبرته بتجربته في القارة السمراء هذا الماتش ديال الوداد ضد الأهلي، هو ماتش حاسم بعد خسارة الذهاب بثنائية لصفر؟ وتمثلنا على الله انهم من توجد المباراه اللي كانت كبوه للفريق. ان شاء الله انا اليوم نتفاجئ انهم يديروا مباراه كبيره، وان شاء الله غادي يقوموا بمباراه كبيره. لحقاش هذيك المباراه اللي لعبوا الذهاب هي اللي غتلعبها، هي اللي هي غتعلم على النفسيه ديالهم، على المورال ديالهم، باش يلعبوا باش يديروا مباراه كبيره. وان شاء الله تنتمنى من اللاعبين يكونوا كلهم على حسن الفورمه ديالهم، باش يقدموا اداء جيد، يصرفوا الكره المغربيه، ويصرفوا اسم الوداد الرياضي اللي كبير وكبير بزاف. ان شاء الله اكيد الوداد سفير الكره المغربيه اللي كنتمنوا له كل التوفيق. سي رشيد، وانت كتهضر يعني كاين تعليقات كثيره، خصوصا جماهير فريق الوداد الرياضي وهي بالالاف تتابعنا في هذه اللحظات عبر شوف سبور، كتقول لك سي رشيد يعني افضل طريقه انه يواجه بها غاموندي واللاعبين ديالو الاهلي في هذا الماتش الحاسم، كيفاش غيكون غاموندي؟ انا بالمنظوريه ديالي دابا حنا مهزمين 2-0، هذا ما نخسروا، اكيد حنا نكون حنا هما السباقين للهجوم، اكيد واي في اي احسن خطه للدفاع هي الهجوم، وتهاجم بالنظام وما تنساش الدفاع ديالك، وغادي يكون وهذا غادي يبقى راي اخر يشوف داموندي كيفاش التكتيك ديالو واللعب ديالو. اما بالنسبه لفريق الوداد خاصو يلعب يدخل يدخل هو يلعب على الهجوم، تتبدا الاصابتين اللي كانوا تسجلوا هنا في الدار البيضاء، وتتمنى الله في اللاعبين هما مستوعبين مستوعبين هذه السياده، وان شاء الله اذا كانوا في الفورمه نتمنى الوداد ان شاء الله تجيب التاهل، نتمنى اذا كانوا الدراري في الفورمه كانوا مركزين ذهنيا وبدنيا وكرويا، فان شاء الله الفريق الاهلي ماشي فريق اللي زعما خلعنا، حنا كنا عيانين في البلاتفورم ديالنا، وكان في الوداد في البلاتفورم ديالنا ما غاديش يفوز علينا بالصبر هنايا، نفوزوا عليهم، فلهذا ان شاء الله نتمنى على الله باش الوداد في البلاتفورم ديالها نجيبوا التاهل من مصر ان شاء الله باذن الله. اكيد رشيد، يعني الماتش ديال الذهاب اكيد تبعتيه، كان في قلق من الجماهير الوداديه وهذا من حقهم، لانهم كيعشقوا الفريق ديالهم، كيعرفوا ان الوداد فريق كبير دائما يلعب على الالقاب وعلى المنصات ديال التتويج كما نقول. يعني كيفاش جاك انت الماتش ديال الذهاب؟ واش انت من الناس اللي خصوصا على المستوى الاداء لعبت عليه عوامل صغيره في اول دقيقه تكون في خطا ديال اللاعب جبران اللي ما كانش منتظر منه يلحقش لاعب اللي في المستوى وعنده تقنيات، هو بغى يبلوكي كرة زعما ماشي بالطريقه ديال اندي بيرو، وجات هذيك الكره هي اللي حلت وشونجات شونجات المعطى ديال المباراه، وجاتنا ضربه جزاء اللي غنتركوا فيها الموقف، غادي نكونوا حنا الا كنا سجلناها نكونوا احسن منهم، غادي تقووا اللاعبين ذهنيا وكل شيء. فجات فجات ضربه جزاء وبعد فاللاعبين زادوا نحافظوا اكثر، فلهذا خلاو الفرصه للفريق الاهلي، فان شاء الله اليوم غادي ان شاء الله يكونوا مركزين ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا، غادي يقدموا مباراه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله باش ما نطولش عليك. تشرف الوداد الرياضي اسم فريق الوداد والجماهير ديالو
داخل المغرب وخارجه. ان شاء الله. سي رشيد باش ما نطولش عليك، التوقع ديالك انت كلاعب سابق لفريق انا الرياضي وكيخدم مجموعه القيمه بحال هكا تربح ان شاء الله. بشحال سي رشيد؟ ان شاء الله مشي ثلاثة. انا ما قراش تربح ثلاثة بربعة، المهم حنا غنتأهلوا، وانا ما كانش هي ما كانش التأهل، المهم نفوزوا ويكون الأداء باش نصرفوا الكرة المغربية والكرة الوداديه وفريق الوداد. ان شاء الله سي رشيد، ان شاء الله. وانا كنشكرك بزاف، كنشكرك على هذا الوقيت. شكرا شكرا. ومرحبا بك دائما عبر شوف سبور. شكرا سي رشيد داودي، نجم من نجوم فريق الوداد الرياضي واللي محبوب عند الجماهير الوداديه، اللي كان معنا طبعا عبر شوف سبور. اكيد مشاهدينا الكرام، تلقينا اكثر من 22 ابيل. كنعتذر بزاف للناس اللي كانوا كيحاولوا انهم يتواصلوا معنا عبر الهاتف. غادي نتواصل معكم كاملين ان شاء الله، فقط انني نمشي ناخذ الزملاء ديالي من القاهره باش يعطيونا يعني فيما يخص لي كوليس ديال فريق الاهلي المصري قبل هذه المباراه هذه ضد فريق الوداد الرياضي، اللي كنتمنوا ان شاء الله لممثل الكره المغربيه كل التوفيق فيها ان شاء الله. الوداد الرياضي لا شيء حسين في الذهاب 2-0، نتيجه صعيبه، نتيجه يعني كتخلي انه الوداد يدخل المباراه ديال الاياب وهو عليه الضغط، وانما ما عنده ما يخسر كما قال السي رشيد الداودي. والسي رشيد من اللاعبين السابقين لفريق الوداد الرياضي، هو من اكثر اللاعبين اللي سجلوا في الشامبيونز ليغ، لاعب حتى شي ودادي ما كينكر الجميل ديالو، وحتى شي ودادي ما كيشكك في القيمه ديالو على مستوى تاريخ فريق الوداد الرياضي، يؤكد ويقول على انه الوداد ما عنده ما يخسر في هذا الماتش ديال الروتور، يعني في القاهره في الملعب الدولي، وانه خصو يلعب الكل في الكل رفقة المدرب ديالو الارجنتيني غاموندي ميغيل. نتمنى ان شاء الله التوفيق لفريق الوداد الرياضي. العديد من التعليقات اللي ديما حمراء، كل التوفيق ان شاء الله خويا عثمان للوداد، ان شاء الله تكون نتيجة ايجابية. 3-0 كانتصالات كثيرة، فقط نمشيو ناخذوا الراي ديال الزملاء ديالنا من مصر، يعطيونا طبعا تحذيرات فيما يخص الفريق الاهلي المصري لهذه المباراه، وكذلك اللي كانوا قراب من يعني الاقامه ديال فريق الوداد الرياضي في العاصمه المصريه القاهره. الوداد اكيد اليوم كان واحد الاجتماع ديال البريزيدون ديال الوداد سي سعيد الناصري، كان مع اللاعبين ديال الوداد. اكيد هذا الاجتماع اللي خلص لانه تكون نتيجة إيجابية، كانت تحفيزات يعني على جميع المستويات، تحفيزات اللاعبين من المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي، الكل اتحد على أنه غتكون نتيجة إيجابية إن شاء الله. كرة القدم لا مستحيلة فيها، خاص فقط اللاعبين ديال الوداد أنهم يكونوا عارفين كما كيقولوا الجماهير ديال الوداد أنهم كيلعبوا لفريق اسمه الوداد الرياضي. 2-0 في دونور صعيب، هي يعني نتيجة صعيبة بزاف، ولكن ماشي مستحيلة على فريق بحال الوداد الرياضي. كل التوفيق ان شاء الله الوداد الرياضي. محمد كيقول لي خويا عثمان صعيب تماركي ثلاثة البيوتا في مصر لانه غادي يماركيو عليك الاهلي. اكيد اكيد، لانه الاهلي عندهم لاعبين في المستوى، عندهم لاعبين يعني مهاريين، ولكن الوداد الرياضي يمكن انه يحقق كما كنقولوا الريمونتادا التاريخيه. الرجاء ان شاء الله الوداد الفينال. هذا عبد الحق خويا تحياتي. سيمو كيقول لي كل التوفيق ان شاء الله. سلمى الطاهري كتقول لي ان شاء الله يا ربي تربح الوداد ويفرحوا المغاربه، تحياتنا. كيقول لي خويا عثمان عيط لك اكثر من خمسه المرات ما كتجاوبنيش، غادي نجاوب خويا، فقط غير نمشي ناخذ بعض الزملاء من مصر يعطيونا طبعا رايهم فيما يخص المباراه ديال الاهلي والوداد. وانا مع خويا حمزه، خويا مرحبا، كيقول لي تحيه لك خويا عثمان، كل التوفيق للوداد والرجاء وبركان، وتحيه لصديقي عثمان الطاهري. شكرا جزيلا حمزه. نمشي ناخذ امير عبد الحليم الاعلامي المصري من العاصمه المصريه القاهره، وزميلي وشرف انه يكون معنا، ومرحبا به عبر شوف سبور من القاهره. امير مساء النور. مساء الخير، ومساء الخير عليك وعلى كل مستمعينا دلوقتي، وطبعا على كل شعب المغرب الشقيق، ونتمنى يا رب الايام الجايه الظروف الصعبه اللي بيمر بيها العالم كله بسبب كورونا تعدي بخير وسلام يا رب.
ان شاء الله ان شاء الله زميلي امير، على الشعب المغربي ان شاء الله. ان شاء الله زميلي امير، شكرا بزاف على التواجد ديالك معنا، ونعتذر لك عن هذا التاخير الخارج عن ارادتنا. اول سؤال سيكون ولا يهمك. كلاسيكي امير، وانت المتتبع وانا تابعتك ما شاء الله يعني في الاذاعات الفضائيه المصريه، متابعا كثب للاهلي للوداد للرجاء وكذلك للزمالك، وانت ما شاء الله في فيديو يعني يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ميدو اللاعب الدولي السابق حللت بالتفصيل الوداد والرجاء، صح ولا ما صح يا امير؟ انا يشرفني طبعا الحقيقه، وانا عارف أصبحت وقتها ان متخصصا بعض الجمهور في تحليل الوداد والرجاء. الحقيقه انا بستمتع بالدوري المغربي، الدوري المغربي ممتع جدا، شرف شرف لي. والنسخه الموسم الجاري تحديدا الحقيقه كانت مثيره جدا، اعداد كبيره جدا من الوطن العربي تابعت الجوله الاخيره المثيره جدا، ومنافسه الرجاء والوداد لحد الثواني الاخيره من المباراتين ضد الفتح الرباطي وضد الجيش الملكي المغربي. اعتقد ان النسخه دي من الدوري المغربي استطاعت ان هي تجذب اعداد كبيره جدا من الجمهور العربي لمتابعتها، وطبعا بحكم تخصصي كاعلامي ببقى محتاج ان انا اتفرج على مباريات اكتر علشان لما اطلع اتكلم في البرنامج في اوضه اللبس نقدر ان احنا نقدم وجبه تكون تحترم المشاهد المصري وتحترم المشاهد المغربي والمشاهد العربي بشكل عام. فالحقيقه انا تابعت المباريات الاخيره للرجاء وللوداد في البطوله المغربيه، لان ده كان مهم جدا، لان ناس كثيره كانت بتعتمد على الرجاء قبل فتره توقف كورونا والوداد قبل فتره توقف كورونا. لا، التحليل او المتابعه من المفترض ان هي تكون في الفتره الاخيره تحديدا، اولا لان الوداد غير مدربه، يعني جريده رحل وتولى جاموندي المسؤوليه، وثانيا لان الرجاء كمان شكله اختلف بعد كورونا. يعني بنتكلم عن ان كان في نوع من انواع الاستقرار الكبير في الرجاء قبل كورونا، ما كانش فيه الغيابات اللي الرجاء واجهها حتى في المباراه الاخيره ضد الزمالك، يعني سعيد الورفلي ما كانش موجود في قلب الدفاع، اضطر كمان الرجاء ان هو ما يعتمدش على ابو طيب في مركز الباك اليمين بسبب غيابه، واضطر ان هو يعتمد على مذكور قليل الخبره والصغير في السن، فده اثر على طبعا مستوى الناحيه اليمين للرجاء، وزي ما شفنا ازاي اشرف بن شرقي قدر يستغل ده ويسجل الهدف. كان في نقطه كمان تحديدا ضايقت مني قوي جمهور الرجاء، بس يعني في النهايه هي ظهرت فعلا استغلالها من قبل الزمالك في المباراه، وهي قصر قامه الحارس المميز جدا انس زنيتي. يعني انس زنيتي انا بشوفه من الحراس المميزين في افريقيا، وطبعا كان من اسباب تاهل الرجاء على حساب مازيمبي، لكن الحقيقه هو قصير القامه، يعني احنا دي مش هنقدر ان احنا نغفلها. ومن فأنا لما المفروض اتكلمت عن في صفات يعني الحارس ان المرمى ان يكون يعاني طويلا الكرات العرضيه يعني بسبب قصر قامه. طبعا اكيد، يعني انس زنيتي اعتقد طوله حوالي 180 سنتي، وده بالنسبه لكن هو عنكبوت امير. المحارس مميز جدا جدا، يعني كلنا شفنا قد ايه قدم مباراه رائعه ضد مازيمبي، لكن طبعا في الكرات الثابته والكرات العرضيه حصل مشكله بسبب قصر قامته، ودي كانت واضحه جدا لان الرجاء استقبل 24 هدف في 34 مباراه تحت قياده رجاء اسلامي. فاحنا بنتكلم عن ان جمال اسلامي مدرب مميز جدا، لكن في النهايه فرقته دفاعيا استقبلت 24 هدف في 34 مباراه، رقم كبير جدا، وكان من اسبابها زي ما قلت لك ان كان في مشكله في الكرات الثابته والكرات العرضيه بسبب قصر قامه انس زنيتي، ودي استغلها الزمالك كويس جدا. أكيد. في الكره العرضيه اللي سجل منها الزمالك الهدف، وفي الشوط الثاني يمكن كورتين، يعني كان في نوع من انواع التهاون من الزمالك، لكن كانوا قادرين ان هم يسجلوا منهم، حتى كمان لو كان الحكم احتسب تسلل اعتقد بالرجوع للفار كان هيتم احتساب الهدفين للزمالك. اكيد اكيد زميلي امير، وهي تحليلات كما قلت يعني منطقيه، وانا صراحه تابعتك وتتحدث بكل موضوعيه عكس البعض، عكس بعض الزملاء المصريين سامحهم الله، يعني هذا يعني كما نقول شانهم، كما ستجد البعض هنا في المغرب يعني يتحدث بتعصب، لكن نحن نحترم من يتحدث بموضوعيه
كالزميل أمير عبد الحليم. أكيد أمير، مباراة اليوم، قمة اليوم، الأهلي الوداد بعد مباراة الذهاب ثنائية لصفر في دونور، يعني الأهلي في مصر يتحدثون بعض الجماهير وللأسف بعض اللاعبين السابقين يتحدثون على أنه الأمور حسمت، لكن بعض الزملاء المصريين الإعلاميين وكذلك الجماهير العاشقة لكرة القدم والعارفة بخبايا كرة القدم تعرف بأن كرة القدم لا مستحيل فيها، وأن الوداد قادر شايف أن الوداد مر بموسم صعب جدا في كل يعني من النواحي الاداريه ومن النواحي الفنيه ومن النواحي تغيير المدربين بكثره، ده بيؤثر على اداء اللاعبين وعلى تفهمهم حتى لفكر المدرب اللي بيشتغل معاه، يمكن دي ابرز المشاكل اللي واجهها الوداد. وطبعا قبل مواجهه الاهلي يعني زادت المشاكل دي بسبب اصابات كورونا اللي ضربت الفريق وتسببت في ان هو يظهر بالشكل يمكن اللي ما كانش يعني ناس كتيرة تتوقعه، يعني ناس كتيرة كانت تتوقع ان الوداد حتى كمان في الظروف الصعبة اللي بيمر بيها لكن قادر ان هو حتى يحقق نتيجة ايجابية على ملعبه حتى لو خرج بتعادل. لكن فوز الاهلي 2-0 مع الرأفة، لان الاهلي الحقيقة اهدر فرص كتيرة جدا في المباراة، الوداد يمكن كان غايب تماما في المباراة، يمكن هي بس لقطة ضربة الجزاء اللي تصدى ليها الشناوي، لكن الوداد مش هو الوداد خالص اللي احنا نعرفه، مش الوداد اللي قدم نهائي مميز جدا ضد الاهلي في 2017. فالحقيقة ان الناس كتيرة تفاجئت بمستوى الوداد، لكن المتابع الجاد والمشجع الودادي كان عارف كويس جدا ان الفريق بيعاني من مشاكل. لكن فكرة ان احنا نقول ان الوداد خلاص كده مهمته انتهت وان الوداد النهاردة صحيح مش في انتظاره مباراة كبيرة، انا اعتقد ان ده نوع من انواع التهاون الذي لا يستحقه الوداد، لان الوداد اسم كبير في الكرة العربية واسم كبير في الكرة الافريقية، وكمان هيستعيد النهاردة بعض من ابرز نجومه اللي هيقدروا على الاقل يخلوه يقدم الشكل اللي كان متوقع انه يظهر بيه في المغرب. يعني انا بشوف ان يحيى جبران ظلم بشكل كبير جدا بمشاركته في قلب الدفاع، لان هو ارتكاز مهم جدا بالنسبه للوداد، والحقيقه هو من ابرز لاعبي الوداد في مركز الارتكاز، فهو ظلم بمشاركته في قلب الدفاع. واعتقد ان بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي استغل ده كويس جدا بان هو يضغط عليه بالثنائي قفشه ومروان محسن. في نفس الوقت برضو اعتقد ان الوداد هيتحسن في وجود شيخ كوماره في قلب الدفاع وعوده يحيى جبران للارتكاز، اعتقد ان الوداد هيتحسن بمشاركه كازادي كاسونجو. لكي اترك لك المجال، للتو وصلتني التشكيله الرسميه لفريق الوداد الرياضي التي سيدخل بها المباراه. التجنوتي في حراسه المرمى، عطي الله، نجم الدين، كومار الذي تحدثت عنه قبل قليل، عبد اللطيف نصير، يحيى جبران سيعود الى مكانه طبعا الطبيعي، الكارتي وليد، ايمن الحسوني، واسماعيل الحداد، غازادي وبديعوك. هذه تشكيله فريق الوداد الرياضي. بالظبط، هو الوداد هيلعب بنفس الطريقه المعتاده 4-1-4-1 بالاعتماد على ارتكاز وحيد اللي هو يحيى جبران، وهو الحقيقه لاعب مميز جدا، يقدر ان هو يعني انا بشوف ان هو لاعب بثلاث فئات، يقدر ان هو يتولى المنطقه دي بشكل كويس جدا، ويقدر ان هو يكون حائط سد اول للوداد امام خط الدفاع. شيخ كوماره مدافع مميز جدا، انا بصراحه الحقيقه مش عارف ليه جوماندي ما اعتمدش عليه في التشكيل الاساسي ضد الاهلي في مباراه الذهاب. كازادي كاسونجو انا بشوف ان هو احسن بكتير من جونيور ماجاجبي اللي ابتدى المباراه الاساسيه ضد الاهلي، اعتقد ان كازادي كاسونجو لاعب دولي في منتخب الكونغو، يعني وجوده اساسي مهم جدا للوداد مهما كانت حالته. طبعا النهارده الاهلي بيفتقد علي معلول، علي معلول قدم جبهه قويه هجوميا للاهلي في مباراه الذهاب، والنهارده بيلعب احمد فتحي صاحب الخبره الكبيره، لكن احمد فتحي في الاساس باك يمين زي ما طبعا الجمهور المغربي عارف، لان احمد فتحي من ابرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، هو أساسا باك يمين، النهاردة بيلعب مباراته الأخيرة الإفريقية مع الأهلي لأنه هينتقل في الموسم المقبل لبيراميدز، فالنهاردة هو تحدي جديد بالنسبه له ان هو بيلعب كباك شمال امام المتالق وصاحب الخطوره الكبيره بديع اوك، تحدي كبير لفتحي اللي عايز يسيب بصمه حلوه لجمهور الاهلي قبل رحيله، لانه مش هيقدر يشارك في المباراه النهائيه لو تاهل الاهلي. هي مباراه فيها تحديات كتيره جدا الحقيقه، سواء من جانب الوداد او من جانب الاهلي، الوداد الساعي للعوده للنتيجه واللي ما عندوش حاجه يخسرها الحقيقه، يعني أكيد. الوداد انت لما
خارج بنتيجه تعادل في ملعبك، بتبقى جاي بتلعب بتامين دفاعي برضو وبتحاول ان انت تسجل هدف، لكن الوداد جاي خسران، فالوداد ما عندوش اي امل او اي فرصه غير ان هو يسجل هدفين او اكتر علشان يقدر ان هو يعود في المباراه. فالوداد النهارده اعتقد ان هو هيبتدي بدايه هجوميه من اول دقيقه. نعم، لكي لا اطيل عليك زميلي امير، توقعاتك طبعا للمباراه. اعتقد ان الاهلي لو قدر ان هو يمتص اندفاع الوداد في الدقائق الاولى وقدر ان هو يعني يوازن ما بين هجومه، ما بين اسف دفاعه، وما بين ان هو يعتمد على الهجمات المرتده، اعتقد ان الاهلي قادر ان هو مع الخبره الافريقيه طبعا الكبيره اللي عنده، مع الخبره الافريقيه اللي عند بيتسو موسيماني، اعتقد ان الاهلي قادر ان هو يخطف بطاقه التاهل للنهائي، لان يعني مع كامل الاحترام للوداد المهمه صعبه جدا ان انت تيجي تكسب الاهلي في استاد القاهره بخبراته الافريقيه الكبيره وبخبرات مدربه بيتسو موسيماني الكبيره، اعتقد هيبقى صعب جدا على الوداد ان هو يعوض فارق الهدفين، لكن هي هتكون مباراه مثيره جدا. ادعو كل عشاق كره القدم الافريقيه وكل عشاق كره القدم العربيه ان هم يتفرجوا عليها ما بين عملاقين كبيرين في كره القدم الافريقيه وكره القدم العربيه، الاهلي والوداد. وطبعا يعني تحياتي لكل اشقائنا في المغرب، واسف ليهم لو كان بعض الكلمات من الاعلام المصري او بعض الكلمات من بعض النجوم المصريين القدامى ضايقتهم، لكن الحقيقه انا عن نفسي كامير عبد الحليم سعيد جدا بان النصف النهائي منقسم ما بين مصر والمغرب، ما بين فريقين مصريين وفريقين مغربيين، لان انا عن نفسي انا عاشق جدا للمغرب وعاشق جدا للشعب المغربي، ودي حاجه بتسعدني دايما لما بشوف الكره المغربيه في تطور، لان انا يعني بعتبر نفسي كان المغرب دي بلدي الثاني، وببقى سعيد باي نجاح رياضي بتحققه الانديه المغربيه او والمنتخب المغربي او حتى اللاعبين المغربيين المتالقين في الملاعب الاوروبيه. اكيد زميلي امير، وانا كنت في رباط مع سفير مصر اشرف ابراهيم، رجل تحدث على العلاقات، على الاشياء المتينه التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كره القدم طبعا تبقى في الملعب وبعد نهايتها تعود الامور الى مجراها. في معلومه وصلتني امير، اتاكد منك وانت يعني في المصدر وانت في القاهره، الحديث على انه يعني بعض الجماهير حاضرة في ملعب القاهرة الدولي. لا يا فندم، دي بتبقى دعوات خاصة بتخرج من مجلس إدارة النادي الأهلي لبعض الإعلاميين ولبعض المقربين من مجلس الإدارة، لكن الأهلي وملتزم تماما بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بغياب الجماهير عن المدرجات طبعا يعني لتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فالحضور بيبقى متمثل بس في الدعوات الخاصة اللي بتخرج من مجلس إدارة الأهلي، نفس الحال بالنسبة لمباريات الدوري المصري، لكن مفيش حضور جماهيري خالص النهارده. شكرا، شكرا جزيلا زميلي أمير عبد الحليم، وننتظرك إن شاء الله في برامج أخرى. شكرا زميلي. يشرفني يا فندم. شكرا زميلي أمير عبد الحليم الإعلامي المصري على هذه المداخلة طبعا من العاصمة المصرية القاهرة. اتصالات كثيرة، نمشيو نستقبلوا جماهيرنا المغربية أكيد، يعني جمهور فريق الوداد الرياضي وكذلك الناس اللي غيبغيو يعطيوا رأيهم فيما يخص المباراة. نمشيو ناخذوا أول اتصال. أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. انقطع الاتصال على احد المتصلين. اكيد معلومات تصلني يعني من العاصمه المصريه القاهره، يقولون بانه ما كاينش الجمهور، ما كاينش الجمهور في التيران، فقط للتوضيح ما كاينش الجماهير في الملعب، كاين بعض الاعلاميين اللي رخص لهم طبعا باش يحضروا مع فريق الاهلي المصري. نمشيو ناخذ اتصال اخر. اهلا وسهلا. السلام عليكم سي عثمان. تحيه طيبه اخويا، مرحبا. نبيل محمد. مرحبا سي نبيل، لاباس عليك؟ صافاك وش بخير امور هانيه. الله يحفظك ليا سي نبيل، على بعد نصف ساعة من الآن يمكن أنت ياك ترقب. غادي نقول لك مقابلة صعيبة. كنتمنى من اللعاب يكونوا إن شاء الله رجال ويكونوا واعيين بالمسؤولية وواعيين بالثقل ديال 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 التوني اللي لابسين. هاد الساعة بقات هاد نص ساعة من الساعة تحفيزية. كنتمنى من الله يكونوا
هذه المسؤوليه. انا ما كنتش كاع كنتمنى ان التشكيله اللي دخلت دابا لان غيدخل بالتشكيله كلاسيكيه 4 3 3 كنا كنتمنى شويه غامر يلعب 3 ديفونسور 3 4 3 باش ما تنساش يكون عندك شويه فهمتني يعني الحس الهجومي كيكون زايد شويه. ما عرفناش يعني هو اليوم غيلعب كيف ديما 4 2 3 1 وكاع كنتو لعب 3 3 نتمنوا من الله نتمنوا من الله فهمتيني يفرحونا راحنا والله على اعصابنا. انا تنقولها ونعاودها السي عشمان كي تحويل دراب حق 1-0 بروميير ميطون نقدر نقول لك 100% الوداد تاهل. الوداد خاصها تماركي اون موالف حيت الوداد حنا عارفين لما ماركاش بروميير ميطون تيصعب على الامور. الاهلي خصهم بحال لاعبين في كازا بروميير ميطون خسرناها في القاهره والرجوع راه هما لاعبين في كازا. تكون لا كونسونطراسيون حنا راه الا تقاتلوا ولا بان لينا داك الشيء كيف حنا باغيين راه ضروري غنشجعوا. كنتمنى يكون التركيز 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 بزاف. بغينا اليوم الكرشي يكون في نهارو حصون يكون في نهارو العداد راه بلا ما ندويو عليه تبارك الله راه تيتقاتل. كنتمنى من الله على الاعصاب ديالنا ان الله ما يحشمناش ويجيبوا لنا شي تأهل لان المصريين دووا بزاف على الفرق المغربيه دووا على بزاف حنا ما وصلوش. كنتمنى من اللعاب يكونوا مركزين دخلوا عندكم 90 دقيقه تقاتلوا لعبوا الكره اللي تتلعبوا لعبوا في الارض ما توصلوش لعبوا لو جو ديريكت المهم وصلوا. ونتمنى من الله يكون الخير والله خويا على اعصابنا انا 90% كنتفرس ان شاء الله والله العظيم حيت انا شويه كنتعصب الجمهور راه كله ما كله الحويدات ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نعيط لكم نكونوا متاهلين نتمنى من الله ويارب نتمنوا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله التوفيق لفريقنا الوداد الرياضي ان شاء الله اللي اكيد كندعموا ان شاء الله في هذا اليوم. شكرا نبيل شكرا نبيل محمد يمشي ونستقبلوا اكيد العديد من الاتصالات ديال المشاهدين ديالنا الكرام على بعد نصف ساعه من بدايه المباراه. تشكيله فريق الوداد الرياضي واللي سولوني عليها العديد من الناس والمشاهدين ديالنا التكناوتي عاطي الله نجم الدين كومارا نوسير جبرا الكرتي الحسوني الحداد غازادي وبديع هذه التشكيله الرسميه لفريق الوداد الرياضي اللي غتدخل المباراه بشكل رسمي. اكيد بعد الصور اللي كنشوفها الان مباشره يعني من الملعب الدولي في العاصمه المصريه القاهره ما كاينش الجمهور ما حضرش الجمهور في التيران. اللاعبين كيقوموا بالعمليات الاحمائيه اللاعبين ديال الوداد وكذلك اللاعبين ديال فريق الاهلي المصري. كل التوفيق ان شاء الله لفريق الوداد الرياضي. في الصوره يظهر طبعا علي معلول لاعب اللي ما غاديش يكون حاضر في الماتش مع الاهلي هو لاعب مهم. اكيد جمهور الوداد الرياضي متخوف وعشاق الرياضه في المغرب والداعمين للوداد متخوفين من هذه المباراه لانه فاش كتخسر ب2-0 كتكون الامور صعيبه ولكن لا مستحيله في كره القدم. نتمنوا التوفيق ان شاء الله للوداد ولما لا العوده بالبطاقه الاولى الى نهائي 2020. شو نستقبلوا اتصال اخر اهلا وسهلا. السلام عليكم. تحيه طيبه لك خويا مساء النور. كبير بخير. الله يفتك ليا الاسم ديالك المدينه مرحبا. مهدر الدار البيضاء. نسمعكش اخويا مزيان حاول انك تقرب للتليفون باش نسمعك مزيان اخويا. مهدر مدينه الدار البيضاء. السي المهدي من كازا مرحبا السي المهدي. التوقع ديالك لمباراه الوداد والاهلي ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله الاهلي غضرب الوداد 1-3. على ما اظن. وغتكون انت فرحان. وي ضروري نكون فرحان. وعلاش؟ حيت تنشجع الراجل بكل بساطه. وعلاش دابا المصريين يعني مثلا دابا حنا كنا كنتفرجوا في البرامج ديالهم ودازوا معايا هنا في البرنامج ناس يعني متعصبين بالزمالك المصري ولكن كيتمنوا فوز الاهلي، علاش حنا ما نتمناوش فوز الوداد؟ فهمتي جات معنا بزاف ديال الاخطاء فهمتي. الناصري دار نفس المحاورة باش تاع الراجل. شوف شوف اسمع اخويا اسمع المهدي اسي المهدي خويا اسي المهدي شوف انا كنهضر معاك هنايا كمغربي ياك كنهضر معاك لا كودادي لا كرجاوي ولكن
فاش كيلعب شي فريق ديالنا يعني في المنافسات الافريقيه فراه كيمثل البلاد ديالنا، كيمثل المغرب وكيمثل الكره المغربيه ياك. العديد من صراحه كره القدم عبر العالم فيها متعصبين، انا متفق معك، هتلقى مثلا بعض الناس كيشجعوا الوداد ما غيبغيوش الرجاء يربح، هادشي عادي في كره القدم، ولكن العديد من الناس اللي اتصلوا بيا في البرنامج وكيتمنوا انه يعني هما رجاويين كيتمنوا الوداد تربح، ويعني وفاش وقع للرجاء داكشي ديال كورونا وكذا وهذه الى اخره، حتى الوداديين كيتمنوا كل الخير للرجاء الرياضي. حنا ما نمشيوش في هذاك النقاش ديال التعصب وبغي لي الشر ونبغي لك الشر، فهمتي؟ فهمتي. دابا الا فازت الاهلي شنو المصلحه ديالنا حنا مثلا؟ يلا ودوز الزمالك عاوتاني، يلا شنو المصلحه؟ المصلحه هو غنضحكوا على الوداد وصافي. لا لا، هذه هضره خاويه اخويا المهدي، واسمح لي زعما انا فقط هذه وجهه نظري. هذه وجهه نظرك كنحترمها، ولكن في حاله ما مرور جوج الفرق ديالنا الفينال راه مستقبل تقدر تزاد. ما كرهناش تقدر تزادنا يعني مكانه تالي ما لا نبقاو نتاهلوا بثلاثه الفرق، راه بزاف الحويجات كاينين في الكره، فهمتي؟ ما نبقاوش نشوفوا حنا غير السواد. شكرا لك خويا المهدي، واتمنى ان شاء الله يتحقق التوقع ديالك ان شاء الله، كنتمنى. شكرا لك المهدي من كازا. ان شاء الله ان شاء الله. انت غيرتي الفكره ديالك، غير غتجيب العز للمغرب. شوف اسيدي، حنا الراجا الوداد بركه اللي جاب العز للمغرب مرحبا به، حنا مهم نبغيو لهم الخير بثلاثه. شكرا لك. شكرا شكرا السي المهدي من كازا، تحياتنا لك. شكرا للسي اسماعيل اللي يبلغني ببعض الصور وكذلك الحصريات، زميلي السي اسماعيل. اكيد كانوا بعض الجماهير يعني حدا الملعب الدولي بالعاصمه المصريه القاهره اللي بغوا انهم طبعا يدخلوا يحضروا الماتش، ولكن السلطات المصريه ما خلاتهمش بعد الاعتراض ديال فريق الوداد الرياضي. وكانوا يعني بعض الجماهير اللي كتوصلني هنايا في الصوره، صراحه ما عرفتهمش واش جماهير ولا مسؤولين ولا اعلاميين ولا ما عرفتش، ولكن الظاهر في الصوره انه يعني فيها بزاف ديال الناس صراحه مجموعين في بلاصه وحده. اكيد ان الفريق الوداد الرياضي قدم اعتراضه على هذا المشهد، وتم اخلاء الملعب طبعا حسب معطيات وصلتني للتو عن طريق زميلي اسماعيل. شكرا زميلي اسماعيل. مشو ناخذ اتصال اخر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تحية طيبة لك خويا، مساء النور. اسم ديالك المدينة، مرحبا. الاسم ديالك ما كنسمعكش اخويا مزيان، حاول تقرب التليفون عافاك. عزيز من سيدي المختار. سي عزيز من سيدي المختار، مرحبا سي عزيز. التوقع ديالك لمباراة فريق الوداد الرياضي والاهلي. ما شاء الله تقدر تزول الوداد شي 1-0. 1-0 الوداد. أيه. وزيد شي جوج صاحبي، ثلاثة. لا ما نضمنش اخويا. علاش ما نضمنش؟ الوداد ما لعب مع 70 فرقة، الوداد لعب مع فرقة وحدة اللي هي الأهلي. واخا قلنا الانتصار على خويا. بيان سور متفق معك، ولكن لا يعني لا مستحيل في كرة القدم وماتش يعني فيه 90 دقيقة كما هما ربحوا الوداد هنا، حتى الوداد خصها تربحهم تماك. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ بطبيعة الحال حنا ما كرهناش تفوز، ولكن نتمنوا الخير ان شاء الله. نتمنوا الخير. انا غادي نمشي للمسار باش نرحب بزميلي محمود ناصر، طبعا الصحفي المقرب كثيرا من النادي الاهلي. شوفوا كيفاش اكيد النادي الاهلي حضر لهذه المباراه، لم يتبقى الكثير من الوقت على انطلاق المباراه، اكيد دقائق يعني قليله، تقريب نصف ساعه تفصلنا عن الحدث عن المباراه النصف نهائيه الاولى التي تجمع الاهلي بالوداد الرياضي. كل التوفيق ان شاء الله للوداد. ونمشيو للقاهره نستقبلوا زميلنا طبعا محمد ناصر. محمد مساء النور. مساء النور محمد، اكيد نصف ساعه تفصلنا عن الحدث عن الموعد المنتظر بين الاهلي وكذلك الوداد الرياضي، كيفاش كتشوف انت هذه المباراه وانت قريب كثيرا من الاهلي؟ كيفاش حضر الاهلي لهذه المباراه؟ واش هو يعني غادي كما كنقولوا بالدارجه ديالنا مع بعض الزملاء وبعض الجماهير المصريه اللي كتقول انه المباراه يعني الاشياء حسمت والموعد حسم في البدايه طبعا، الوداد يعني حسم التواجد في المباراة النهائية. سامعني محمد؟ المغرب ان شاء الله تقوم بعد نصف ساعة من الآن،
اهو سامعك. تفضل محمد تفضل. الموسمين استعد بشكل جيد للمباراه، دخل في معسكر مغلق منذ يومين استعدا لملاكمة الوداد. الجميع يعلم ان الوداد سياتي الى القاهره من اجل اقتناص فوز ثمين جدا من النادي الاهلي. وطبعا الوداد تاريخ كبير لا يقبل بالهزيمه التي حصل عليها في ملعب محمد الخامس، فبالتالي سيكون هناك سائر كبير من نادي الوداد المغربي الذي سيحضر الى اللقاء بتركيز عالي جدا جدا جدا. الغيابات تضرب النادي الاهلي كما قلت لك قبل ان علي معلول سيغيب عن المباراه، واحمد فتحي سيحل مكانه بعد شعوره باجهاد في العضل بالامس في المران الاخير، وفضل موسيميني راحته يعني. اكيد اكيد يعني الاهلي اكيد حسب كلامك زميلي ناصر انه يعني مازال عارف انه الامور صعيبه عليه، وانه لم يحسم طبعا البطاقه الاولى المؤديه الى نهائي 2020. لا طبعا الامور لم تحسم بعد. موسيماني تحدث مع اللاعبين خلال عودته من المغرب الشقيق، وتحدث معهم ان الوداد فريق كبير ولديه شعبيه كبيره، الجمهور لا يقبل بالهزيمه التي حدثت في مركب محمد الخامس، فبالتالي الوداد جاء الى القاهره من الاستاء ونبه على جميع اللاعبين بالتركيز العالي وضروره اقتناص الفوز خلال مباراه القاهره وعدم تلك شباك النادي خلال المراوغ الدقيقه. لعيبه وعناصر كبيره جدا للغايه ومفاتيح مهمة جدا قادرة أن تقتنص من النادي الأهلي، ولكن لاعبي النادي الأهلي يفضلون التركيز، لاعبي النادي الأهلي على لديهم القدرة عندهم الرغبة مثل الوداد. نهائي أفريقيا كبير جدا، فرحانين أننا بنشوف نهائي مبكر بين النادي الأهلي ونادي الوداد، أكبر الأندية الأفريقية الموجودة في القارة. النادي الوداد يمتلك شعبيه كبيره جدا والنادي الاهلي يمتلك شعبيه كبيره، فبالتالي النادي الاهلي والنادي الوداد ستكون مباراه قويه للغايه ان شاء الله. شكرا زميلي محمد ناصر من مصر، كل التوفيق لفريقك الاهلي وكل التوفيق اكيد لفريقنا الوداد الرياضي. شكرا محمد. شكرا شكرا زميلي محمد من العاصمة المصرية القاهرة، أكيد يتمنى فوز الأهلي، يتمنى مرور الأهلي إلى المباراة النهائية. الأهلي الذي ابتعد عن المنصات الإفريقية خصوصا في تشامبيونز ليج منذ جيل أبو تريكة في 2013، يعني 7 سنوات أو 8 سنوات الأهلي المصري لم يذق حلاوة طبعا التتويج بالكأس الغالية دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق ان شاء الله اليوم للوداد الرياضي. مشو نستقبلوا اتصال. الو السلام عليكم. مساء النور. سيدي بخير. تحيه طيبه. اذا ما الوقت. اسم ديالك المدينه مرحبا. مدينه بيضاء. ما كنسمعكش مزيان، الاسم ديالك والمدينه عفاك. سعيد من الدار البيضاء. سي سعيد من كازا، مرحبا سي سعيد. اذا بخير اسي. الله يحفظك ليا، مرحبا عبر شوف سبورت. سي سعيد كيف خويا المباراه ديال خويا دابا انت خويا استاذ عندك مباشر وبغيت نعيط لك، انا حيت شي واحد كيعيطوا لك شويه كيبقى فيا الحال. ما عيط حتى شي واحد على الله، عيطوا جوج دابا ما عيطوا. انا كنت مع زملاء مصريين كنا كنهضروا وكنا مع السي الداودي نجم الوداد. كلشي كنسمعوا قلت لك اخويا هذاك اللي كيعيط دابا كيكون رجوي كيبغي الوداد في الميتال خسر شويه، هذاك ناقص شويه اخويا. ما كان رياضي. حنا السي المهدي راه في الاول قال انه يتمنى فوز. حاول السي عفاك سي سعيد، حاول انك تنقص التليفون اللي كتسمع منه. اي نعم اسيدي. لا 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 حاول انك تنقص شويه التليفون عفاك باش نقدر نسمعك. ايوا واخا لعبه جديده. قلت لك اسيدي لا دابا شي واحد في مثال اذا كان غتلعب شي فرقه من المغرب لا وداد والراجا، انا دابا كندوي معاك انا ودادي. دابا واخا دابا الراجل بغيت تلعب مع شي فرقه اخرى خاص نشجعها ديال برا، يعني انا مغربي. هو داك اللي كيقول زيد شويه ناقص شويه بلا ما تشجع. انت كيفاش كتشوف المباراه اليوم؟ وا خويا كنقول لك مباراة شوية صعيبة صعيبة، ما على الله وعلى دابا فهمتي.
الوداد الى بده تشكيله وبده يشارك هذيك التشكيله ديال ديك النهارات ما شوف ماشي هي هذيك. الى بده تشكيله وبده يلعبوا فيهم الناس راه قدر يدير شي نتيجه ايجابيه، الى ما فهمتي؟ اما خويا ذاك اللاعب اللي دار هنا ما غايدير به حتى حاجه صراحه يعني انا نقول لك. كل التوفيق لفريق الوداد الرياضي. شكرا سي سعيد من الدار البيضاء. شكرا اخويا تبارك الله عليك. شكرا سي سعيد من الدار البيضاء. كل التوفيق لفريق الوداد الرياضي اكيد في هذا الموعد هذا، اكيد ما بقاش بزاف ديال الوقت، 19 دقيقة اقل من 19 دقيقة بقى على انه المباراة تنطلق في الملعب الدولي في العاصمة المصرية القاهرة. كل التوفيق لفريقنا الوداد الرياضي. بعد قليل غنمشيو مع زميلنا خالد تيجر، شوفوا طبعا الاجواء في شارع او في شوارع مدينة الدار البيضاء، شو نشوفوا مع يعني زميلنا خالد اللي معاه بعض العاشقين لفريق الوداد الرياضي، كيفاش كيشوفوا المباراة، كيفاش كيشوفوا هذا الموعد هذا الوداد الاهلي ذهاب او اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق ان شاء الله لفريق الوداد الرياضي، ان شاء الله نتمنى انه فريق الوداد الرياضي يقدم اداء اللي هو ممتاز ويقنع الجمهور ديالو ويقنع العاشقين ديالو ويقنع كذلك ان شاء الله الناس اللي كيحبوه، لانه الوداد كما عودنا دائما فهو فريق المراحل الصعبه. نتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق الوداد الرياضي. احنا نمشيو نتوقفوا مع فاصل قصير، بعده سنواصل الحديث معكم. شو عند زميلنا خالد اللي يعني نعرفوا معاه طبعا جس النبض ديال الشارع البيضاوي العاشق للوداد. فاصل قصير بعد نواصل. عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما في البلاتو الخاص لمباراة الأهلي والوداد الرياضي إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق لفريقنا الوداد الرياضي إن شاء الله في هذه المباراة ويرجع بنتيجة إيجابية غتكون تاريخية 100% وغنحتفلوا معه كامل إن شاء الله بالوصول إلى المباراة النهائية. مشو عند زميلي خالد تيجر، معه طبعا نعرفوا الأجواء في الشارع البيضاوي قبل بداية هذه المباراة واللي كانوا أكيد مع بعض الوداديين، نشوفوا شنو قالوا له، شنو الراي ديالهم في هذا الماتش وكذلك التوقع ديالهم. سي خالد مساء النور. مساء النور عثمان، تحيه لك وتحيه لجميع مشاهدي صفير. اكيد خالد انت يعني باحدى الشوارع في العاصمه الاقتصاديه، كيفاش داير الاجواء خصوصا وانه كانوا معك بعض الوداديين، شنو كيقولوا واش تيقين في الفرقه ديالهم خصوصا بعد يعني الاعلان الرسمي على التشكيله اللي غتلعب الماتش؟ بالفعل تصادفت مع مجموعه من جماهير فريق الوداد الرياضي، فبالرغم من النتيجه اللي تسجلت في لقاء الذهاب هناك تفاؤل من الجماهير الوداديه اللي اكدت لنا باللي غتساند الفريق ديالها حتى اخر دقيقه من مباراه اليوم. فهي كطالب اللاعبين باش يحطوا رجليهم الارض ويدافعوا على حدود الوداد اليوم في هذه المباراه المصيريه من اجل التاهل الى النهائي للمرة الثانية على التوالي. جماهير الوداد الرياضي فهي أكدت
على المسانده ديال الفريق ديال الليله هذه، وكتدعو اللاعبين باش يقاتلوا على الحظوظ ديال الفريق، ولا شيء مستحيل. فرغم النتيجه المسجله في لقاء الذهاب فهي كطمح لتحقيق ريمونتادا تاريخيه بملعب القاهره الدولي. نعم خالد، يعني انت كنت مع الجماهير، اكيد كل واحد شنو كيقول، واش تيقين في انه الوداد انه يقدر يسجل تما اكثر من جوج البيوتا مثلا؟ فكاين من الجماهير اللي كيتوقع الوداد يسجل ثلاثه ديال الاهداف، لما لا من اجل التاهل. فهناك رغبه، كاين رغبه من جماهير ديال فريق الوداد الرياضي لتحقيق الفوز على الاقل تحت الفوز في هذه المباراه هذه، واثبات ان الوداد كيبقى رقم صعب في القاره الافريقيه، ولما لا تحقيق التاهل ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا الوداد الرياضي ان شاء الله اليوم. زميلي خالد شكرا جزيلا لك. شكرا زميلي خالد، اكيد كل التوفيق لفريق الوداد الرياضي ان شاء الله. ما بقاش بزاف، بقى 10 ديال الدقائق على انطلاق الموعد الكبير الاهلي الوداد نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. الناس اللي كيسولوني خويا عثمان الماتش فين منقول، طبعا معروف منقول في القنوات اللي دائما كتبت دوري ابطال افريقيا. نتمنوا ان شاء الله التوفيق لفريقنا الوداد الرياضي. يمكن لكم عبر شوف سبورت تبعوا الماتش لحظه بلحظه طبعا من خلال رابط المباراه. كل التوفيق للوداد ان شاء الله، نحتفلوا مع الوداد ان شاء الله. كل التوفيق لرجال طبعا الكاموندي اللي كنتمنوا لهم التوفيق. شكرا بزاف للجماهير الوداديه وكذلك من شاهدنا في حلقه اليوم طبعا عبر شوف سبور. كل التوفيق ديما وداد، كيقول حميد يوسف ديما وداد، كل التوفيق ان شاء الله الوداد. شكرا سمير والى اللقاء.